بسم الله الرحمن الرحيم. اجتمع مجلس الوزراء اليوم 27 ربيع الثاني 1438 هجري الموافق 26 يناير 2017 ميلادي تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. وقد درس المجلس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسم والبيانات، نذكر منها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية للبروتوكول الملحق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي المعتمد من قبل الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر المنعقد بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية بتاريخ 27 يونيو 2014. مشروع مرسوم يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية، وستعلق كل من وزيرة البيطرة ووزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على مضمون مشروع المرسوم والقانون. فلتتفضل وزيرة البيطرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين معالي الوزراء سادة الصحفيون، السلام عليكم ورحمة الله. كان لي الشرف اليوم أني قدمت أمام مجلس الوزراء مشروع مرسوم ينشئ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية ويحدد سير عملها. طبعا كما تعرفوا بعد القرار اللي قام اتخذت السلطات العمومية من سنوات بإنشاء قطاع خاص بالثروة الحيوانية، إياكم نعود مسؤول عن وضع والطلاقة الرؤية الاستراتيجية لهذا القطاع الهام اللي يعتبر أهم من الركائز الأساسية لاقتصادنا الوطني. كان هناك من الضروري أن تواكبوا جميع كثير من الإجراءات سواء في مجال الترسانة القانونية أو في مجال المؤسسي، وطبعا في مجال المؤسسات الفنية اللي قد تخدم التنمية الحيوانية من جوانبها كاملة، أسوأ كانت الجوانب البحثية والعلمية واللي قد تواكب تنمية قطاع الثروة الحيوانية بشكل كامل. وعلى هذا الأساس كان هناك بعض مؤسسة مشيئة منذ عقود تدعى المركز الوطني لتنمية المواشي والبحوث البيطرية ومشيئة من سنة 1973 في إطار أيضا التحولات الجديدة والمؤسسات التي أنشئت مؤخرا في مجال المكونة الثانية الأساسية في مجال الثروة الحيوانية اللي هي الإنتاج الحيواني والتجارب اللي قامت بها الدولة واللي أعطت نتائج جد مشجعة. كان من الضروري اليوم أن تنشأ هذه المؤسسة إدارية طابع علمي بصبغة علمية إياك نتواكب هذه التحولات الجديدة اللي تعتبر ضرورة من أجل إدماج قطاع الثروة الحيوانية ليس فقط بالحفاظ على الصحة الحيوانية ولا بدراسة المعايير الإنتاجية لدى حيواناتنا الوطنية، لكن من أجل أن تخدم هذه التنمية من خلال الشعب اللي قد تعد عندها مردودية اقتصادية. وبالتالي اتخذ مجلس الوزراء اليوم إنشاء هذا المركز اللي له يضم يعود فيه مجموعة تخصصات. المجموعة الأولى اللي مهتمة بالصحة الحيوانية، تشخيص الأمراض الحيوانية، العلاجات والكشف والرقابة الوبائية على مستوى الوطن، إضافة إلى قسم آخر يهتم بالتلقيح الإصطناعي والتربية وأنواع التغذية اللي موجهة للحيوانات اللي مطلوب منها تدفم مردودية كبيرة، إضافة إلى أنه له يجعل أيضا من تحت قطاعه الفني المركز الموريتاني لتربية الإبل الذي دشن فخامة رئيس الجمهورية مؤخرا مناسب استقلال عيد الاستقلال الماضي، واللي يعتبر مركز فريد وحيد في إفريقيا. وإن شاء الله نعمل على أن نعود بالمراكز اللي تعتبر ريفرنس على مستوى تربية الإبل لأنه يستخدم تقنيات من أجد وأحدث التقنيات اللي تستخدم في مجال التلقيح الاصطناعي والرفع من المعايير الإنتاجية، واللي هو المركز الموريتاني لتربية الإبل واللي يختص في مجال جديد من مجالات التلقيح الاصطناعي اللي هو نقل الأجنة. إضافة إلى أن هذه المؤسسات كاملين يشتركوا كلهم جوانبه العلمية والبحثية اللي تعتبر أساسية في الرقي بأي مجالات خاصة الثروة الحيوانية، أيضا كلهم يحتوى على بعض من المختبرات اللي في إطار العملية الجديدة اللي تسعى السلطات العمومية أنها تلعب الثروة الحيوانية. هذه المختبرات تقدر تعود تسيرتي في أي منتج وطني مستقبلا موجه للتصدير الخارجي وبالتالي الرفع من القيمة الإضافية لمنتجاتنا المحلية. هذا باختصار وأهم مضامين هذا المرسوم
اللي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم، واللي يعتبر إن شاء الله انطلاقة جديدة في إطار التنمية الحيوانية والبحوث البيطرية بشكل عام. وشكرا. إذا شكرا معالي الوزير السيد محمد بوجران من موقع الجمهورية. طبعا هو فم مشاريع وهذا 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 المركز قطعا من احسنها، وفم كذلك هذه المزارع النموذجيه اللي كيف عليها قطاعكم، واللي قطعا هي مهمه جدا بما في ذلك المزرعه لتحسين السلاله للماعز. لكن هناك ملاحظه على ان هذه المزارع وهذه النماذج وهذه المكاتب وهذه المراكز ما يعلم بها المواطن ولا يعلم بها المنمي، ما يعلم بها المنمي ياك كنت حاكيها والله يستفاد منها، والمواطن مالي ما يعلم بها كثقافه وكانجاز عدلتوا له حكومته، يا الله يفتخر به ويعود يحسب مع انجازات حكومتكم. انتم من درا يا كانكم له تهتموا للتعتيم في هذه الانجازات ومنكم واليكم، والله لا تنتهجوا نهج جديد تعود كامل الانجازات ومكبتها حمله اعلاميه قاعده تبلغ المنمي ياك استفاد وقاعده تبلغ المواطن ياك افتخر بانجازات الحكومه. شكرا معالي الوزيره. شكرا لا باس لك، جاوبت عني بعد ذاك مهم. شوف هذا اللي قلت سؤال قلت وارد، هي قطعنا تجربه والدوله قبضتها على عاتقها من اللي 5 سنوات بتكلفه كامله على ميزانيه الدوله. أنا عنه مشروع من أهم المشاريع اللي تقد تشهد الثروة الحيوانية به، اللي احنا معروف ان عندنا مجتمع انت الحيوان عندنا يمشي في فترات الانتجاع، وحتى التركيبة الجينية للحيوانات عندنا انتاجيتها ما هي كبيرة، معناها أنا إذا رينا بقرة تقد تجيب 4 لترات نقدر نقول انها بقرة خندود، انها ما ترخالي بشكلها يقدر ما ترخالي. معنى عن هذا البرنامج إلينا عدلته الحكومة من 5 سنوات وصرفت عليه بجيبان بذور حيوانية من الخارج من حيوانات عالية الإنتاجية خاصة في مجال الألبان، لأن احنا مولي مجتمع مستهلك الألبان، يعتبر ثاني مجتمع مستهلك الألبان في إفريقيا بما يعادل 0.49 لتر لكل شخص، هذا هو المعدل الاستهلال. معناه أن مولي سياسة الحكومة في مجال الإنتاج في التحسين الوراثي اللي مستهدفة به الإنتاج الألبان بشكل كبير يتماشى مع ثقافة المجتمع في استهلاك هذه المادة، واللي الصبح مولي والنهار الثاني لا يتماشى مع آليات التصنيع هذه المادة. هذا البرنامج اللي قامت به الدولة كان مهم جدا وأعطى نتائج ممتازة. اليوم جميع المواشي خاصة لدى الأبقار اللي استفادت من هذا البرنامج للمنمين، ما هي ملك للدولة. ياك بعد تعرف على عن البرنامج موجه للمنمين وأنه مستفاد به. سنويا في كل مزرعة نموذجية من عند الترارزة إلى الحوض الشرقي إلى سالي بابي اللي تنفتح قريبا، ذا الحيوان اللي يدخل على 3 مرات إلى 4 سنويا في حملات، كل مزرعة تشهد 3 حملات إلى 4 سنويا، معناها من كل 3 أشهر تنطلق حملة للتحسين الوراثي ويحسوا بها المنمين، والمنمين بعد إقبالهم عليها شديد لولا أن السلطات المعنية اتصلت بالمنمين وحستهم ما يعودوا قبلوا على المزارع النموذجية. ولين نخرصوا نسبة الإقبال في السنوات الأولى تختلف عن اليوم، اليوم علينا إقبال شديد، ربما أحيانا كل مزرعة ذا اللي يقبل عليها من المنومين فوق طاقتها الاستيعابية، وإحنا نعدل برنامج باشتراك مع السلطات الإدارية المحلية لين تلف أي مقاطعة ذلك على سبيل المثال في مال ولا في مقامة ولا في كونكوسة، لتنشعر السلطات الإدارية نهار الفلوني لين نبدأ الانتخاب من الحيوانات اللي موجهة للتلقيح الصناعي، ولا يجينا عادة أكثر من العدد المطلوب يقال انه قبول لا ذاك اللي عنده المعايير اللي يراه الفنيين انها في حاله لو عدت له برنامج التلقيح الاصطناعي له يعطي نتائج ايجابيه. وقطعا الاقبال شديد بشكل كبير، ونتيجه على ان البرنامج هو اللي من انجح البرامج في شبه المنطقه، لانه في الجيل الاول نسبه نجاحه تمشي من 45 الى احيانا 50%، وتقطع احيانا الى 40% في فترات الشده فترات الصيف لتعني ان تعودوا مولي وهذا المعايير كاملين فهم الخبراء الفنيين يتابعوها ويدرسوها. ياكنا الصبح من المسائل اللي يعمق في هذا المكتب الابحاث في المجال مراقبه المعايير الانتاجيه للبرامج المحسنه وراثيه. نفس الشيء برنامج الاغنام، واللي قد سمعته عن حد من الصحف كاتب انه مستقرب على ان الدوله تفتح مزرعه للاغنام، احنا عندنا المواشي ما يزيد احصائياتنا التقريبيه من الضأن والمعز اكثر من 16 مليون. الامكانيات الانتاجيه قليله، وين هي شات معيز ذاك قد تجيب لتر من اللبن ما يخالقه. قبلنا التقينا سلالات تعود معروفه بانتاج خصائص الوراثيه لانتاج اللبن بشكل كبير، وخلطناها مع سلالات الموجوده محليا، وفتنا اللي راينا اليوم جيل اول وراجين ان شاء الله، لكن مولي دور تعود الاجيال المتلاحقه لان الانتاجيه عند الاقنام دورتها الانتاجيه انها ما هي طويله. معنى عن هذا البرنامج محسس به والمنمين قابلين عليه اقبال جيد،
وإقبال كبير، وذا اللي يجي من الحيوانات المنمين يدخل في المزارع النموذجية علاجاته على حساب الدولة إلى اليوم، وتقضيته في الفترة لين تعود النتائج ينفحص فحص ثاني وتعود النتائج إيجابية، نعطاه المولاه ياكنوا ويعيش التجربة. في نفس الوقت ياكنا مولي نزيدوا من التحسيس، ما خلينا التجربة داخل المزارع اللي تابعة للوزارة إطلاقا، وإنما في جميع الولايات عندنا حملات سنوية للمنمين فات استفادوا من العملية، فات نتج عنهم جيل الأول من الأبقار، وقاعدين الجيل الثاني استفادوا من الخدمات في محلهم هم، وهم اللي لين تنطلق الحملة الوطنية أي منمي جاب دابة إنتاجيتها كبيرة قطعت شهدت ولادات معنا عنها قابلة لاستقبال هذا للتلقيح الصناعي تعدد نفس الشيء، وعدت في الأغنام جميع قالبية المواشي اللي في مزرعة الأغنام ضرك جهدها للمنمين المحليين ولاية نشيري ولاية درار الصبح نهار ثاني، لأنهم اللي يكون المناطق الشمالية عندهم خصوصية في التعامل مع 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 المواشي الصغيرة، لكن هم اللي التحسيس كي قلت ما يمتل منه، والتوعية فيه ما يمتل منها، والبحث فيه ما يمتل منه، بلي نحن ذاك في إطار هذه المؤسسة الجديدة إن شاء الله مستقبلا. زيادة لفتنا احنا عدلنا من الأبحاث ومتابعة المعايير الإنتاجية، بلي احنا عندنا حيوان نتابعه معايير الإنتاجية ينتج كم يوميا، حلبة الصباح حلبة الليل، نوعية الألبان اللي ينتج تأقلمه مع المناخ تأقلمه مع البيئة، ولله الحمد لله اليوم النتائج كلها مشجعة، لكن لدينا عمق من الأبحاث في ذا المجال لين إن شاء الله وتعود عندنا أجيال ونحافظ مولي على السلالات الجيدة الموجودة في موريتاني، لأن في موريتاني في مياس من المواشي اللي عنده سلالات نادرة، هو اللي خلى الدولة تقرر أن تحافظ على السلالات النادرة مولي لدى الإبل. غير هذا مولي رأنا طالب من الساد الصحفيين الإعلاميين يلعبوا فيه دور في التحسيس، زيادة على ذاك القائمة به المصالح البيطرية والمؤسسات اللي مسؤولة عن برنامج التلقيح الصناعي في داخل الوطن. وشكرا وارد يعني أنا عقب لي الداخل شو ساك يا سيد الوزير. أولا نشكركم على حمل التحسيس والتعبئة اللي عادت للثروة الحيوانية، قال خالق مشروع ينقال المشروع هذا اللي في قضية الدواجن رأيناه موجود في بعض المناطق موجود، يقال في هناك بلديات ما فات مر بها وعندهم مطلب له خاص مشروع الدواجن بروبرا. هذا المشروع رأيناه موجود في بعض البلديات مستفادة منه استفادة لباس بها وحسن في التغيير. من رأيك أكم خارج بعض البلديات ومثلث في الأمل هذا هم طالبينه ولافته وجبروا طرحوا طلبات وقالوا حالهم خاص بلدية هم لقيته. وشكرا شكرا. قطعا الثروة الحيوانية كلها عدلة كامل داخل الوطن والله المستوى نواقشوط ما وخسارة، بلي الحمد لله احنا مجتمع منمي، الدليل عليها الحملة هاي العام انها انطلقت تحت اشراف فخامة رئيس الجمهورية لاول مرة في تاريخ البلد، مع اننا احنا معروفين ان مجتمع منمي ونعلنا كان من مصادرنا الاقتصادية الثروة الحيوانية، والارقام اللي فاتت تحصل عليها اليوم في حملة تطعيم المواشي السنوية تفوق التوقعات، لأن الدولة دخلت بقوة خدمة لمصالح المنمين وخدمة للحفاظ على الصحة الحيوانية والقضاء ياسر من البيئة اللي الحمد لله أن سنوات ما قط ظهروا على حيزنا الترابي. بما يتعلق بالدواجن قطع أنها شعبة مهمة، وقط هون جايتكم مشروع بيان مقدم للمشاكل هذا القطاع شعبة الدواجن واللي مترصد له اللي عندهم المعوقات ومن المشاكل، وعدلنا لجنة وزارية بإشراف من معالي وزير الأول ترأسها معالي وزير الأول شخصيا سيد يحيى والحدمين، وعدلنا خط الطريق لتنفيذ هذه استراتيجية على مدى سنوات من هون إلى 2020 يكن نحصل على الاكتفاء الذاتي. هذه قطعا تنفيذ هذه الخطة اللي يمشي على مراحل ياكنا نغير من ياس من السلوكيات نحن كاملين نعرفوها ولا هي إلهي الله عندنا، غير تحتاج لياس من الوقت وياس من المتابعة وياس من التحسيس والتوعية اللي ندوركم هم اللي تشاركونا فيه. غير فم مشاريع دخلت على بعض من الولايات الداخلية في إطار تنمية الدواجن محليا، معنى أن للفاج هذا أفيكولتور اللي عند لوكال في القرى وفي المدن، هذا المشروع فات مرحلته الأولى واليوم هو مشروع تحت إشراف وزارة الزراعة غير في القطاعات المستفيدة كاملة، فمرحلته الثانية. وطبعا في خطتنا هذه الاستراتيجية على أن ندور تنمية الدواجن الكبار، صناعات الدواجن ما تتركز على العاصمة في نواكشوط، معناها فين فرصهم اللي موفرت الدولة أي مستثمر والله أي حد يبقي يدخل يلوج مجال الدواجن يقدر يدخله في الولايات الداخلية، وبالتالي تنحل هاي المشكلة، مع أنه هو بعده كل مشاريع كاملين اللي دخلت فيهم الدولة بعض من المناطق كان تأثيرها إيجابي، لكن مراحل مستقبلية للمشروع اللي وقعت اتفاقيته مؤخرا في روما من طرف سفارة نفم
يدور يدخل حي يستنفي المرحلة راشين إن شاء الله بعض النقاط المدلد أمل أن تستفاد من هذا المشروع وأشكركم والسلام عليكم. مرسي مشير مدام المينيس encore honorable participant. Comme a eu à le dire le ministre, le porte-parole du gouvernement, nous avons présenté ce matin le projet de loi autorisant l'approbation à l'adhésion de la Mauritanie au protocole à l'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement africain qui a été adopté à la 23e session de la 23e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine tenue à Malabo. Ce protocole a été adopté pour permettre au Parlement panafricain de changer de rôle parce qu'il n'avait qu'un rôle consultatif, mais avec ce nouveau protocole additif, le Parlement va retrouver son rôle de législateur et ça va permettre aussi aux parlementaires d'être, comment dirais-je, élus par le peuple. Ce ne sera plus des nominations, mais ce sera des élections qui vont se faire. Le protocole comporte 27 articles. Ces 27 articles définissent ce qu'on entend par Parlement, les objectifs du Parlement, la durée des mandats, les méthodes d'élection des parlementaires et comment évaluer aussi le travail de ce Parlement panafricain. Il se trouve que ce protocole ne pourra entrer en vigueur qu'après 28 ratifications qui vont se faire pour que ça rentre en vigueur. Et pour votre information, ce Parlement existe depuis 2001. Il est c'est la quatrième fois qu'on a élu ses membres. C'est la quatrième session de ce Parlement. Et ils se réunissent deux sessions par an avec des sessions de 10 jours. Nous y sommes représentés par 5 membres parce que chaque pays est représenté par 5 membres. Et ces 5 membres, il y a 3 hommes, 2 femmes, ou au moins il devrait y avoir 2 femmes. Et que aussi au niveau de cette représentativité, qu'il y ait les tendances qui se trouvent dans l'hémicycle, que l'opposition aussi soit représentée parmi ces 5 membres. Et aussi, il y a que ce protocole pourra permettre à la diaspora d'interférer, même si c'est une diaspora qui a acquis une nationalité étrangère, elle est africaine, donc elle peut participer dans les décisions et dans les défis que font face l'Afrique dans son ensemble. Ce protocole permet l'unité et la cohésion des peuples africains. Voilà, résumé, ramassé, le contenu de ce protocole qui a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Tout d'abord, je voudrais savoir réellement pourquoi la Mauritanie a voulu réellement participer à ce Parlement panafricain. Est-ce que réellement elle a partagé les idées et principes de ce Parlement panafricain? Je voudrais savoir quelle est sa position et quels sont les instances suprêmes de ce Parlement. Est-ce que la Mauritanie pourrait un jour accéder à la présence de ce Parlement? Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci pour la question. Je pense que c'est parce que la Mauritanie adhère à ses principes qu'elle a participé adhérer à ce protocole. Parce que ce protocole, c'est juste un additif. Parce que nous sommes signataires de l'Union africaine depuis 2000. Donc, ça, ce sont des organes de l'Union africaine. Donc, étant signataire, nous devons adhérer à ces organes. C'est pour cela que nous l'avons adhéré. Et indépendamment de ça, le président de la République est très convaincu que pour la démocratie, il faut que tous les organes puissent être activé pour que la démocratie joue son rôle. Et le Parlement est l'élément essentiel, étant entendu que c'est le Parlement qui est un élu du peuple, qui contrôle en avant et au final les actions du gouvernement. Donc adhérer à ça, c'est dire que nous acceptons qu'il y a la démocratie et que nous jouons le jeu de la démocratie et nous pouvons adhérer à ces institutions, étant entendu qu'en interne, nous le sommes. Je vous remercie. Les instances, il y a... Parce que, en fait, pour un peu expliquer au niveau de l'Union africaine, c'est une organisation qui permet la participation de tous ses adhérents. Tous les pays qui adhèrent à ça ont la possibilité demain
de pouvoir diriger une de ces institutions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces cinq représentants représentent les cinq zones de l'Afrique. Donc on ne peut pas cumulativement représenter, être membre au niveau d'un organe en même temps. On peut être, par exemple, si on doit être président du Parlement panafricain, ce sera la zone ouest africaine, par exemple. Donc forcément, un autre pays de la zone ouest africaine ne peut pas être président de notre institution. Il faut attendre, c'est à tour de rôle que ça se passe. Voilà, c'est à ce niveau-là. يلاحظ عنه فيه ما يمكن أن نسميه بتمرد دبلوماسي تقوم به الجارة السنغال ضد الدور الموريتاني بل ضد حتى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والجهات التي وافقت على الاتفاقية التي توسط فيها رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز في غامبيا لإنهاء الأزمة في غامبيا. والأكيد أن هناك خطوات أيضا في السنغال خصوصا على مستوى الإعلام وعلى تصريحات من هنا وهناك تصنف بأنها غير ودية إلا من أقول عدائية. أنتم في الحكومة الموريتانية هل هناك من خطوات قمتم بها وتقومون بها من أجل التعاطي مع هذا الواقع الذي يهم الأمن القومي الموريتاني بشكل أكيد؟ وهناك أنباء تتحدث عن طرد صيادين سنغاليين أو إشراعات من هذا القبيل، هل هذه المعلومات صحيحة وما الذي تقومون به كحكومة من أجل التعاطي مع هذا الوضع؟ شكرا. هناك أخبار تقول أن موريتانيا ستطرح قضية الغامبية في المؤتمر اللجنة الإفريقية الخاصة في برازافيل خاصة بليبيا، هل هذا صحيح؟ سيد الوزير، جالية الموريتانيا الآن أمام السفارة الموريتانية بالساحل العاج ومستهدفة من المعارضة الإفارية، هل أنتم على علم بذلك؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لقضية السؤال حول الأزمة في غامبيا، أنتم تعرفوا كلكم وهذا الكل يعلم بذلك أن الأزمة في غامبيا أنها كانت وضع خطير وأنها استعصت على كل المتدخلين بما في ذلك المنظمة الاقتصادية لتنمية غرب افريقيا اللي هي كواس وكذلك الوسطاء الدوليين، وان اصبحنا هون تدق كما يقال طبول الحرب، وان الرئيس الغامبي اعلن حالة الطوارئ ومدته للجمعية الوطنية ثلاث اشهر، وأن أيضا قائد القوات الغامبية أعلن مساندة القوات الغامبية يحيى جامع، ونعرف هم اللي عنه هو إنسان له 22 سنة في الحكم وأنه حكمه متأصل ويعرف كيف يقاوم، ونعرف عن الناس فرن كل حد قادر وهين عليه إشعال الحرب غير إيقاف الحرب ومعرفة نتائج الحرب، هذا هو اللي ما هو كل حد يعرفه له كل حد يستطيع يتعامل معه. فرئيس الجمهورية هو اللي قام في اللحظات الأخيرة من خلق تأزم الوضع ووصل الناس وصلت المراقبين والساسة والفاعلين في المنطقة والقوى الدولية توصلت الطريق مسدود وعاد تنتظر الأزمة وقيام حرب التدخل العسكري اللي ما معروف انت لا يوقف ولا معروف نتائجه. ايضا رئيس الجمهوريه مشى في كلمه مهمه وبعد خمس ساعات في قناع وفي الحديث مع الرئيس الغامبي توصل معاه لاتفاق يضمن للرئيس الغامبي بعض الضمانات وبمقابلها هو يسلم السلطه بطريق سلس وبطريق سلمي للرئيس المنتخب. ومشى ذيك الليلة وقت متأخر من الليل واعد دكار، ولا كان أصلا مبرمج دكار، كان حد ولا غامبيا، والتقى بالرئيس السنغالي والتقى بالرئيس المنتخب الجديد وتحدثوا في الموضوع وتبلورت أيضا الملامح الأولى للحل وخلق اتصال
المنظمة الاقتصادية لتنمية دول غرب أفريقيا اللي هي الكواس، وكذلك الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وبدأت الخطوات حثيثة، ونحن قلناها لكم هون، حول بلورة حل سلمي يتفادى فيه العالم والمنطقة نزاع جديد وتوتر جديد وحرب جديدة، كيف قلت لكم أنها نعرف بدايتها غير ما نعرف نهايتها، ولا نعرف كيف لا يتقف، وهذا معروف. وهذا رئيس الجمهورية ما هو معدل للسنغال ولا هم معدل لدولة أخرى، هذا معدل للمنطقة، هذا واجب عليه كرئيس قديم للاتحاد الأفريقي، فاية الاتحاد الأفريقي، وكرئيس مهم ودور موريتاني مهم في المنطقة، وكرجل قائد أفريقي له دور وله لمساته في الاتحاد الأفريقي وفي الجامعة العربية وفي المنطقة وفي المجتمع الدولي بصفة عامة، واجبه هو أنه يكون يحقق السلم ويعمل تحقيق السلم ويجنب المنطقة الحرب والتوتر، وله معدل الحد، هذا معدل كواجب يمليه الدور والمكانة الموريتاني والرئيس الجمهورية في المنطقة، وهذا الكل يعرفه، أنتم تعرفوه، وسنغال تعرفه، وغامبيا تعرفه، والعالم يعرفه، وظاهر للنمو الإلهي تم لا يتضح، الكل يعرفه، تعرفوا عن يعني كون الرئيس الجمهورية اليوم تعودوا تابعتوا برنامج الجزيرة اللي هو المسابقة حول الجزيرة، فالأكثر تأثير الرجل أكثر تأثير في المنطقة في الأسبوع الأخير دوليا أنه ندار، فهم هذا ما هو نحن المعدل، هذا شيء غصبا عنا، هذا عبارة عن نوع من الرؤية العامة، ونوع من التوجه والانطباع والمعطيات اللي تمليها الأحداث، ولا قد حد يقف في وجهها. ضرك الصمين فاتلين اللي رجع شبح الحرب، وعادت الناس تقول تدخل غامبيا لأنها ما فهم حد مقاومها، يحيى جامع ما فهم، قد حد كل شيء يقوله، لأن يعني ضرك في حالة السلم وفي حالة الهدوء ونهيئة الظروف وخلق الاتفاق، كل حد قد يقول إن كان له يخلق وكان ما له يخلق ويقلل من دورش من الناس، هذا في حالته، في حالته الرخاء وفي حالته عدم ذاك من اللي كان خالق من شد الأعصاب ومن التوتر، ذلك عاد كل حد يقول الله يقول، يغير الناس تعرف الحقيقة والعالم يعرف الحقيقة، وانتم تعرف الحقيقة والعالم يعرف اللي خلق ويعرف كيف جات المبادرة وكيف فعلا نزعت فتيل الأزمة وكيف وقفت شبح الحرب والناس اتجهت نحو السلم، هذا شيء معروف. وحتى أيضا من المعروف الاتفاق انه خلق بالتشاور مع الاتحاد الأفريقي وبالتزامات من الاتحاد الأفريقي ومن منظمة المنظمة الاقتصادية لتنمية غرب أفريقيا اللي هي كواز، وكذلك الأمم المتحدة، وهم نشروا ذلك وقالوه، والرئيس التزم اللي هو المنتخب، والرئيس السنغال كان موجود، هذا كله كان موجود. ذلك ما اللي قد حد وراء ذاك، كل حد في كلمة هكذا يحاول يتبرأ أو ينسلخ من ذيك الوعود، يا غير الناس الدور لا تابع ذاك، وهذا التزامات وفيها التسامات مملي من وسطاء رؤساء ومن منظمات، ولذلك الأمور بعد الأيام لا هي تنكشف لكم، لأن الأمور أنها بصفتها ولا يتم لا يظهر لنا أعلن ذيك المبادرة أنها أحدثت أثرها وأنها كانت فعلا مهمة، وأنها أيضا كانت برد وسلام على المنطقة بدل ما كانت مهددة بالحرب وبنار الحرب وما إلى ذلك. بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو حول طرح القضية، طبعا هذا الاجتماع اللي في كونغو برازافيل اللي هو القمة المصغرة هذه اللي هي اللجنة العليا حول هذه تختص بالقضية الليبية، ولذلك جدول أعمالها ينحصر حول القضية الليبية، لا يمكن أن تضاف إليها قضية أخرى، لكن لا مانع من الرؤساء إذا التقوا هم يتحدثوا في قضايا المنطقة ومن ضمنها تأثيرات وتداعيات الأزمة الغامبية. بالنسبة لما اللي سألت عنه حول الجالية في ساحل العاج اللي نعرفه عن وزارة الخارجية المنتدبة المكلفة الموريتانية في الخارج تتابع الجالية، وفهم مركز طوارئ تعودوا لاحظتوا فتح أخيرا للاتصال المباشر مع الجاليات عندما تتعرض لأي أزمة، والأمور متابعة هناك وتحت السيطرة، وهناك اتصال وسيخلق التدخل المناسب في الوقت المناسب بالصفة المناسبة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.